لنا شوطا تلو الاخر في صباح هذا اليوم في هذه التحديات الجميلة والانطلاقات الرائعة على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين، بدانة الدنيا دبي، انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الثالث عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، وهو شوط خاص باللقاية الابكار المحليات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع. نسير بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرهني اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط. تابع المقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، وتلبيب من تنطلق بصدارة وناموس هذا الشوط لسيب بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري، ولكن التسلل للمسك لراشد بن سعيد بن محمد المهيري من بدته في التقدم بناموس هذا الشوط، تليها مع المركز الثاني تاتي بلش لعبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، نتابع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث من الجانب الآخر فن لحمدان بن حمد بن مبارك الصليطي، وأردت تسلل أيضا من الجانب الآخر للشامخ لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، نتابع المركز الرابع، نتابع المركز الرابع، ولكن الصباوية تتسلل في هذه اللحظات مع المراكز المتقدمة لراشد بن سالم بن عبيد بالعامري للتبي وعلى مستوى المركز الرابع. رابع التحديات او المركز الخامس ارى القدوم في هذه اللحظات والتسلل والتقدم لاسرار لجابر بن سهيب بن مرخان الاكتبي. المركز السادس ارى التسلل لملوح بشعار سلطان بن سعيد بن عبد الله بن شميل الاكتبي وعلى مستوى المركز السابع. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، القدوم والانطلاق مع شواهين لعلي بن حمد بن سهيب الاصلي الشامسي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن، ثامن التحديات، ثامن الانطلاقات، التسلل في هذه اللحظات والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام لاشتعال لمانع بن يمعه بن خميس الغويصه السويدي وعلى مستوى المركز التاسع. تاسعا نتابع خيره لسيب السلطان بن حدي الاكتبي وعلى مستوى المركز العاشر الاسامي القادمه، وارى التسلل في هذه اللحظات ايضا والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام مع بركه لمانع بن سعيد بن راشد المنصوري. هذه النتيجه، هذه النتيجه للعشر المراكز المتقدمه، ولكن لنا عوده مع الصداره وبدايه هذا الشوط والمقدمه، وارى هناك الشامخه اللي شمخت وانطلقت واندفعت بناموس هذا الشوط يقدمها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري شعار المجازف على الصدارة. نتابع المركز الثاني، نتابع التقدم مع الصباوية لراشد بن سالم بن عبيد بن عامري الاكتبي مقدما للصباوية. المركز الثالث القدوم لملوحة لسلطان بن سعيد بن عبد الله بن شميل الاكتبي وعلى مستوى المركز الرابع. من الجانب الاخر تحديات اسرار ليعفر بن سهيب بن مرهان الاكتبي، بينما انطلقنا مع المركز الخامس. القدوم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المسك لراشد بن سعيد بن محمد البهيري، من يقدم المسك مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات، سادس التحديات، اشتعال لمانع بن يمعه بن خميس الغويسه السويدي، والاسامي القادمه، الشعارات القادمه مع هذا الانطلاق المثير ومع هذه التحديات الرائعه، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع بداية هذا الشوط مع المقدمة والشعار المجازف. من ينطلق بتحديات الشامخة؟ محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مقدما للشامخة مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المثير. نتابع المركز الثاني، نتابع الصباوية في عز الصبا تتقدم تنطلق مع المركز الثاني يقدمها راشد بن سالم بن عبيد بن عامري تبي، ولكن الاسم القادم، التحديات في هذه اللحظات.
الصوت ما شاء الله، دلمه 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 تتسلل باول ندى مع المركز الثالث لمعبد بن محمد بن هلال المزروعي مقدما مقدما لدلمه تتسلل بدورها مع المركز الثاني الصباويه على الصداره، ودلمه على الهجوم في اللحظات الاخيره وفي الامتار النهائيه، ولكن الصباويه صامده. راشد بن سالم بن عبيد بالعامل الكتبي يقدم الصباويه، دلمه مع المركز الثاني لمحرض بن محمد بن هلال المزروعي، ومع المركز الثالث الشاهينيه لراشد بن علي بن خصيبه الظاهري تتسلل ايضا مع المركز الثالث باول ندى. اللحظات الاخيره والصباويه الصباويه هي الاقرب. تهانينا لراشد بن سالم بن عبيد بالعامل الكتبي، من يقدم الصباويه بناموس هذا الشوط. المركز الثاني دلمه لمعبد بن محمد بن هلال المزروعي، المركز الثالث بشعار راشد بن علي بن خصيبه الظاهري، المركز الرابع الشامخه لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، المركز الخامس انطلاقه اسرار ليعفر بن سيد بن مرخان الكتبي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسه المراكز المتقدمه. هذه لحظات الوصول، والصباوية تصل إلى خط النهاية، 6 دقائق 9 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك الصباوية راشد بن سالم بن عبيد بن عامري الاكتبي، وسلام مع هذا الأداء المتميز اللي قدمته الصباوية. المركز الثاني تاتي دلمة، 6 دقائق 9 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمعرض بن محمد بن هلال المزروعي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول أيضا مع ثالث المراكز بشعار بن خصيبة، 6 دقائق 10 ثواني 5 أجزاء من الثانية اللي هي الشاهينية. تهانينا لراشد بن علي بن خصيبة الظاهري، تهانينا للجميع والناموس.